قبل ما نتحدث عن الوضع الاقتصادي، خلينا نقول انه بلشت جلسة مجلس الوزراء بغياب حزب الله والتيار الوطني الحر وحزب التشناق وحزب الكتائب اللي هو اصلا مستقيل، ووزير الثقافة المحامي ريمو عريجي روني عريجي اللي قال للوكالة الوطنية كذبة ريمو. على العموم البيان الآتي إفساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات لإيجاد الحل للأزمة السياسية.